هل تعلم ما هو يوم القر؟ إنه اليوم الذي يلي يوم النحر، وهو من الأيام العظيمة عند الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم الأيام عند الله عز وجل يوم النحر ثم يوم القر، فأكثروا فيه من الدعاء والتضرع إلى الله عز وجل، فإنه يوم يغفل عنه كثير من المسلمين.